في يوم من الأيام دخلت سلوى على بنتها ياسمين الأوضة ولقيتها كانت قاعدة سهرانة طول الليل. ياسمين قالت لها إن خلاص حلمها اتحقق وإن هي لقت وظيفة في شركة محترمة بمرتب كبير، بعد ما كانت خلاص فقدت الأمل، بس يعني المشكلة الوحيدة إن الوظيفة هتكون برا القاهرة. سلوى ما كانتش مقتنعة، إزاي تسيب بنتها تسافر وتعيش لوحدها؟ ياسمين قعدت تتحايل على مامتها وتقول لها إن هما وعدوها إن ممكن تجيبها تعيش معاها بعد 6 شهور، وإن المرتب كبير وحيخلوها تقدر تكمل دراستها وتحوش لها قرشين. سلوى كانت خايفة قوي على بنتها